وللحديث عن المشاريع التي يعلن عنها رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني ومدى قدرة الحكومة على تنفيذها ودلالات توقيت الإعلان عنها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله أخي الكريم وأنت ومشاهديكم الأكارم. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية وبجردة حساب سريع، هل قدمت حكومة السوداني ورئيسها فارقا عن الحكومات السابقة، وهل لمس العراقيون بالفعل يعني تغيرا ما؟ أكيد العراقيين لمسوا تغييرا كبيرا في سياسة السوداني، بداية في الماكنة الإعلامية التي قدمته على أساس طائفي، هذه بداية، وبالتالي بالإضافة إلى سوء الوضع الاقتصادي أكثر وتعقيد تعقيد الاقتصاد وموارد المواطن العراقي أصبحت ضعيفة جدا، وفقدان المواد وسوء الخدمات الإدارية بشكل عام والصحية بالذات التي انطلق منها السوداني، وقال أنه الله لا ينطي، سيبدأ بمحاسبة المقصرين وتطوير القطاع الصحي، وهذا فشل به أيضا فشل ذريع. فهذا ما لمسه العراقيين هو زيادة السوء سوءا وتعقيد الأوضاع الاقتصادية أكثر و زيادة زخم الماكنة الإعلامية التي يقودها جماعة إعلام الإطار في خدمة المشروع الإيراني في العراق، هذا ما لمسه العراقيين لحد الآن. يعني مع هذا التغيير أو الفارق السلبي الذي ذكرته، في أي سياق ممكن وضع المشاريع التي يطلقها السوداني بين الفينة والأخرى؟ بالحقيقة المشاريع العراقية ما يقارب حوالي 6500 مشروع وهمي من 2005 إلى اليوم، فإضافة 19 مشروع جديد يعلنه أو مشاريع أخرى لا تضر بخزينة الدولة كثيرا، لأنهم صرفوا على المشاريع السابقة ما يقارب 300 مليار دولار أو أكثر، فبالتالي لا معنى لهذه المشاريع الوهمية إن لم تنجز بشكل حقيقي، وهذا أمر مستبعد كثيرا أن تتم تطبيق هذه المشاريع التي يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عبد الله سلمان. نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعاود. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. إذن وبالعودة إلى ضيفنا من كوبنهاجن عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، يعني كنت أسألك عن هذه المشاريع التي لا عد لها، بينما تغيب التوقيتات منها ويعني الخطط الزمنية، ما السر وراء هذا الغياب؟ وهل يعني هذه المشاريع لربما يمكن وضعها أنها باب أو من ضمن أبواب الفساد أم ماذا؟ كل مشروع ناجح يجب أن يكون له سقف زمني في البداية والتخطيط ومراحل التنفيذ، إلا مشاريع العراق جميعها بدون آلية وبدون سقف زمني. بالتأكيد هذا سبب لا عدم جدية المشاريع وعدم طرح الحكومة للمشاريع بشكل حقيقي إلى المواطن، وبالتالي أيضا أن القائمين على المشاريع هم ناس ليسوا متمكنين
من القدرة العلمية لهم وناقصي خبرة، وبالتالي لا يمكن إيجاد تنفيذ مشاريع بهذه الطريقة. فبالتأكيد فقدان السقف الزمني يعني عدم وجود خبرة كافية لأصحاب المشاريع وعدم جدية السلطة في تنفيذها. نعم، ما الذي يمنع الحكومة في بغداد من الاستعانة بأصحاب الخبرات كما ذكرت؟ أصحاب الخبرات هم بالتأكيد يعني ناس أصحاب خبرة أكاديمية، يجب أن يعطوا آرائهم بشكل سليم وصحيح، وبالتالي يضعوا برنامج سليم. هذا البرنامج يتعارض مع طموحات الكتل والأحزاب المتنفذة التي تريد أن تسرق أموال هذه المشاريع. فبالتالي ليس من مصلحة السلطة أن تضع ناس أصحاب الاقتصاد. نحن نعرف المستشارين لرئيس الوزراء في مجالات عدة لا يمتلكون خبرة في مجالاتهم المتخصصة الذي يعينون عليها، وكذلك المتخصصين في وزارات التخطيط وغيرها وكل الوزارات الباقية ليس لهم خبرة كافية في هذه المشاريع. وهذه عن عمد السلطة تعملها عن عمد، لأنها تريد تخريب كل ما موجود في العراق من اقتصاد وبناء وصحة وكل شيء، يعني كل ما هذا مستهدف بشكل صحيح. بالنظر إلى الشركات التي يوكل إليها تنفيذ المشاريع بالعراق، وهي شركات صينية بطبيعة الحال لها سابقة بملف مشروع الألف مدرسة كما تعلم، الملف المتعثر، السوداني يحذر من المحسوبيات، يعني هل هناك ضمانات بشفافية التنفيذ أم ماذا؟ الحقيقة أن الشركات الصينية التي استخدمت في العراق هي ذاتها الشركات الفاسدة التي فشلاً ذريعاً في أفريقيا وهربت منها، وبالتالي هي شركات مدعومة من قبل الإطار فقط بأمر إيراني. فبالتالي لا يستطيع السوداني معارضة هذه الشركات، وبالتأكيد الفساد هو الحصة الأكبر لهذا الموضوع، لأن إيران تهدف إلى عدم وجود شركات رصينة تعمل في العراق حتى تحقق مشروعها ما لم يتوفر لها المشاريع الاستراتيجية منها الربط السككي مع إيران، وهذا يريد يستخدم لعملية تهريب المخدرات والسلاح وغيرها وإيذاء الشعب العراقي. فبالتأكيد هذه الشركات لا يمكن أن تكون جدية وصحيحة ونظيفة، وليس من الشركات الصينية الكبرى التي تقيم مشاريع خارج الصين. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.